to say. نصطاد حنوشة بصفة عامة، الزواحف الكل. بديت بالحنوشة من الأول، ومن بعد وليت نصطاد العقارب، ومن بعد طورت وليت نصطاد الأنواع الكل، نعمل عليهم دي روشيرش ونثقف توا في الناس عليهم عبر اليوتيوب، عبر قناتي على اليوتيوب نهبط في فيديوهات توعوية وتثقيفية عن الزواحف والحيوانات البرية اللي في تونس والبرية متاعنا بصفة عامة.